عيدي وأعيدي واذكري في فرحتي كل شهيدي وامنحيه حللا من ضوء عيدي هددي أياتها الدنيا نشيدي هددي أياتها الدنيا نشيدي وحدتي وحدتي يا نشيدا رائعا ينداء نفسي أنت عهد عارق في كل ذمة رايتي رايتي يا نسيجا حفظته من كل شمس أخرجي خفيقة في كل قمة أمتي أمتي امنحيني البأس يا مصدر بأسي اغفريني لك يا أكرام أمة عشت إيماني وحبي أممية ومسيري فوق دربي عربية وسيبقى نبض قلبي يا منية لن ترى الدنيا على أرضي وصية. نرفع شكرنا وتشكيرنا للمناضلين الموجودين في كل الجبهات الذين قدموا أرواحهم وأنفسهم وتركوا أموالهم وتركوا آبائهم وأخوانهم من أجل تحرير هذه البلاد من الزخمة للميليشيات الحوثية العميلة لإيران الذي أرهقت البلاد الذي دمرت بلادنا الذي دمرت الحرف والنسج التي لا تؤمن بالحوار ولا تؤمن بالرأي الآخر. هؤلاء هم عصابة ومكسرة لا يؤمنون إلا بالقتل لا يؤمنون إلا بتدمير البلاد. ها هم إن شاء الله من يوم إلى يوم وهم في انتظار. الجيش الوطني قدم كل التضحيات. نتمنى من الله سبحانه وتعالى الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والإبراج إن شاء الله جميع الأسرى في كل جبهات اليمن أو في كل مناطق اليمن. تحية للمنطقة الخامسة قيادة وضبادا وصف وجنود للجهود المبذولة التي يبذلونها ليل نهار من أجل إيصال من أجل أن تكون اليمن في عزة في رفاهية من أجل أن نكون في دولة مدنية يسودها الدستور والقانون يعيش الناس فيها سواسية لا فرق بين أبيض وأسود إلا بالعمل لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء إلا بتطبيق الدستور والقانون. نحن جميعا وإياكم وإن شاء الله في الأيام القادمة لا يحكمنا إلا الدستور والقانون. الدولة إن شاء الله دولة اتحادية دولة ستة أقاليم يسودها إن شاء الله الرخاء والمحبة والازدهار والتقدم. نقول لهؤلاء الظلاميين اعلموا أن الوعي الجمهوري والوعي السبتمبري والوعي بأهداف ثورة 23 سبتمبر قد شبت عن الطوق ولن نعود إلى الوراء أبدا. فهم واهمون إذا كانوا يريدون أن يعودوا بنا إلى ما قبل عام 1962 فإننا نحن لهم بالمرصاد ومستمرون بالنضال إلى أن نصل بإذن الله تعالى إلى صنعاء وتحريرها من هؤلاء الظلمة الظلاميين.